عطوني بزاف ديال الاسئله على ميسيو كويزيني. اختي بشرى واش باقي بروموسيو؟ اختي بشرى واش الا خلصنا ب 179 يورو غادي يردوا لينا فلوسنا؟ عافاك اختي بشرى. الاخوات اليوم اختي غادي نشرح لكم كل شيء. ضروري اختي ما تدخلي تسمعي شنو غنقول لك، وعندك يا اختي لا دار بك، ضروري اختي تدخلي تسمعي اشنو غادي نقول لك. مقاتني البنات الكاليتي ديال هاد لي باسكيت هادو اللي حاطين لكم في ليدل، عرفتي واعرين البنات وكيجيو خفاف خفاف بحال ما لابسه حتى شي حاجه. هادو اختي اللي يقول لامي مات الاخوات غزالين، حط لكم اختي ديال لي فام وحط لكم حتى ديال الرجال، عرفتي ما شاء الله اختي بكونتيتي كثيره ما شاء الله. شهاد الرخاي البنات ناقص 30% البنات. هاد الطنجره هادي كتجي إلكتريك الأخوات، فيها حتى الخمسة ديال ليفيتيس، كديري فيها أختي البايلة، ديري فيها مرقة، طيبي فيها اللي بغيتي، كتبقى أختي إلكتريك. شوفوا لي البنات، كتهز لكم 4.9 لتر البنات، 2200 واط، وثلاث سنين ديال لاكارونتي، وناقص 30%. جيبي لكم طنجرات واعرين يا البنات فوقيتهم، عرفتي حمقاتني هاد الطنجرة هادي واعرة العبار كيعجبني يا البنات. هاد الستيل هذا هادي اختي 28 سنتيمتر، ديري فيها مريقة، ديري فيها دجاج محمر، لحم، برقوق، أي حاجة يا البنات. كاين هاد الموديل هذا وكاين حتى هاد الستيل هذا، جايبينها لكم الأخوات في جوج ديال الموديلات. هذا هو أحسن دقيق أخواتي كنستعمل وكيعجبني، عرفتي يا البنات كنديرو في المسمن، كنديرو في الخبز، كنديرو في الكاطو، كنديرو في كلشي يا البنات. شي حاجه واعره هذا البنات تي 45، راه كاين الاحمر وكاين الازرق، ولكن خصكم بشرى كتستعمل الاحمر البنات، الثمن ديالو 87 سنتيم. ناخذهم ديما يا البنات من اللي ديال هاد الخمارات هادو، عمرهم يا الاخوات ما حشموني، كندير بهم الكاطو، كندير بهم بغرير، كندير بهم مسمن، كندير بهم كلشي يا البنات، عرفتي ما كيحشمونيش ديما اختي، كلشي كيطلع ليا زين ما شاء الله. الثمن ديالهم غير 27 سنتيم. ليها البنات ناقص 34%. هاد بيبي كريم هادي شي حاجه زوينه كديريها للوجه ديالك البنات، كترطب لك الوجه ديالك او ميم طو كتعطيك واحد اللون غزال يا الاخوات. عرفتي من 6 اورو غتبقى لكم غير ب 4.28 البنات، 4.28. اول مره يا البنات كنلقاهم في ليدل هاد السماطي هادو ديال الظهر، بالنسبه للناس اللي عندهم الالم ديال الظهر يا الاخوات، كتجي فيهم هاد السميطه هادي باش كتخليك اختي كتمشي مستقيمه، وجايبينها لكم البنات في ليطاي، فيها الال، فيها الاكس ال البنات، فيها الاس، فيها الام، فيها ليطاي، كلهم يا الاخوات. جاوني بزاف ديال الاخوات، بشرى بارطاجي معنا الوصفه ديال الغلظ. بشرى اختي اليوم اختي غادي نبارطاجيها معكم، اللي باغا تغلاض دخل سمع الوصفه وترحم ليا الوالدين عليها. ناخذهم ديما مره مره يا البنات، الا تزيرت هكا بغيت الثومه ولا بغيت القزبر والمعدنوس ما لقيتهمش، كنجي البنات غير ليدل وكناخذهم، عرفتي راه دايرين غير 99 سنتيم البنات، كاين اختي الثومه وكاين حتى القزبر والمعدنوس. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير، بألف صحة، وبألف عافية. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد اخواتي، عواشر مبروكة، الله يدخل عليكم بالصحة وبالراحة وفي كل ما تمنيتوا. خصكم بشرى جات اليوم الليدل اخواتي دير لكم واحد الجولة، يلا خليكم معايا. اول حاجه مذوبه على بركه الله الاخوات بحال ليدلات كلهم البنات، كلهم كيحطوا لك اختي لا بروموسيون ديال الخضره على الباب البنات. مطيشه ديال المغرب دير لها اورو 99 ما شاء الله، حطيناها بكونتيتي كثيره ديال المغرب البنات ماغو، دير لها اورو 99 راها رخيصه يا البنات. البصله هاي البنات انا راه خديت منها كيجيو 3 كيلو ديال البصله البنات، 3 كيلو دير لها اورو 98 البنات، اورو 98. حط لكم بطاطا، بطاطا الاخوات حتى هي راه فيها 2 كيلو، دير لها اورو 98 البنات، اورو 98. البنات حاطين هاد الفلفله هادي راه فيها كيلو البنات، هاد الفلفله هادي ديال الاسبان ديري لها اورو 99 الكيلو يا البنات، اورو 99 الكيلو. عجبتني البنات الكاليتي ديال هاد لي باسكيت هادو، عرفتي غزالين غزالين وخفاف البنات خفاف. شو ما شاء الله حاطين سلعه كثيره يا البنات، هادو داير لهم 14 اورو 99 ديال لي فام. كاين هاد الموديل هذا خفاف البنات، خصوصا المشي ولا هكا الميمات ولا اللي ما كيبغيوش شي حاجه ثقيله، عرفتي غزالين ما شاء الله. كاين هادو ديال لي فام وهادو البنات حاطينهم ديال الرجال، شو يعني على حسب الرجال كيكونوا هكا لي طاي كبار، هادو راه يعني هادو ميكس البنات، حتى هادو يلبسوهم حتى لي فام. دير لهم 14 اورو 99 ما شاء الله يا البنات، حاطينهم بكونتيتي كثيره يا الاخوات.
يجوني بزاف بزاف ديال الاسئله على هاد ميسيو كويزين الاخواتي، اقسم بالله. اختي بشرى الله يستر عليك، راه شرحي لينا اكثر. البنات ميسيو كويزين راه باقي بروموسيون، راه داير له 179 يورو البنات، 179 يورو غادي تاخذي بهذا الثمن هذا، كندير 229 ناقص 21% غيبقى لكم ب 179 يورو. ولكن اختي لا بروموسيون اللي كنت بارطاجيت معكم اللي فيها 3 جوغ، كانت فيها فوندغودي سامدي ديمونش، هذيك 179 كيرون بورسيوها لك، فهمتي اختي؟ يعني كل شهر كترجع لك 30 يورو، ولكن اختي داك البروموسيون راه سالات، فهمتوا؟ البنات ما تمشوش غالطين، ردوا البال البنات، ردوا البال. راه واحد المتتبعه ديالي قالت لي راني شريتو، قلت لها اختي سيري سولي، لان دابا لا بروموسيون 179 يورو ولكن ماشي غومبورسي. البنات الله يستر عليكم، الحاضر يعلم الغايب، الله يرحم لكم الوالدين، ما تمشوش غالطين. راه لا بروموسيون 179 يورو ولكن ماشي غومبورسي، لان غومبورسي كان 3 جوغ، راه وسالت البنات باش ما تمشوش غالطين. هذا زوينه البنات، يعني بالنسبه للاخوات اللي بغى ياخذوا راه شي حاجه زوينه، راه كيعجل لك البنات، ها انت راه كيعجل لك، راه كيطيب لك، يطيب لك حريره، يطيب لك كلشي، يفور لك، يطحن لك كلشي. البنات كيديروا فيها الاخوات هانتوما حتى العبار، شوف البنات ها هو كاتبين لك كلشي هانتوما، العجينه هاشوار يضرب لك كل، يعبر لك، شوف البنات كيعبر حتى العبار، شي حاجه زوينه البنات اللي غادي تبقى لكم بثمن زوين. 179 يورو ولكن راه ماشي غومبورس، يعني كتخلصيها صافي صلاه على نبينا. ثم الاخوات حاطين هذا البوال، هذه اللي عجبتني زوينه، هذه البنات راه الكتريك، هذه راه بوال كطيبي فيها عادي، غير هي البنات ديال الضو، شي حاجه زوينه يا البنات. شوفوا لي اللي فيها انتم الاخوات، فيها حتى الخمسه، يعني بحال تا كتبداي بحال دابا البايله كتبداي ليها مهيله، من بعد كتزي كتجهدي، من بعد كتنقصي، يعني انت كتحكمي كيف ما بغيتي، طيبي فيها اللي بغيتي يا البنات. هذه كتبقى ديال الضوء الكتريك البنات، ديري فيها اي حاجه زوينه. شوفوا الاخوات راه داير لها لا بروموسيون، انا كنت بارطاجيتها معكم البنات ب 49 يورو، اليوم البنات داير لها 34 يورو 99 ناقص 30% البنات لي انتريسي، كتهز لكم 4.9 لتر فيها 2200 واط البنات، 2200 واط، ودير لها 3 سنين ديال لا غارونتي. بغيت نبارطاجي معكم اختي المقله ديال الطيفال الاخوات، والله بالنسبه لليدل البنات اللي كنصور فيه ديال لاغبغيل، والله الاخوات ما بقات فيه هذا الليدل، هذا اللي جيت ليه اليوم ما شاء الله يا البنات، شوف نفغوا 99. كانت واحد الاخت قالت لي وعزيز عليك بوجرى المقله ديال الطيفال، والله الاخوات الا كان حماق على بغرير ما نكذبش عليكم، كيعجبني البنات بغرير مع واحد الكويز ديال القهوه ولا اتاي ولا، المهم كيعجبني نرطبو اختي هكا باش ما رطبتو زيت البلديه زبده عسل، كيعجبني يا البنات. هاي اختي المقله ديال غرير لي او ديال لاكريب، يعني بجوج هما البنات، البنات راه طيفال والله الاخوات الا كيصدق فيها بغرير، والله البنات كيجيب لكم ما شاء الله بغرير مفقع، وراني بارطاجيت معكم البنات الطريقه، عقلتوا يا الاخوات، طريقه ساهله يا الاخوات، اللي الثمن ديالها ما غاليش غير 99. اللي باقا اختي ما صايبات الشباكيه، اللي باقا اختي باغا تصايب الكاطو، ها هو البنات المدلك يا اختي، المدلك جايبينه لكم في اليد البنات، المدلك اسرين اوكسيداب البنات، هذا راه ميكحل ما يوقع ليه حتى شي حاجه، حط لكم اكسسوارات البنات ما شاء الله، حط لكم بزاف ديال الموديلات، اكسسوارات اختي ديال الحلويات، ها انتم يا البنات اللي ظل مبرع عليكم، ها انتم كاين حتى هذا البوش هذا اللي كيجيو فيه 6 ديال الريوطه ما شاء الله يا البنات. شوفوا كل شيء يا الاخوات ديروا لكم 4.99 اكسسوارات البنات اللي بغيتوا، هذو ديال المدلك، اما هادو هادو اورو 99 البنات، هادو اورو 99 وهادو 4.99 الاخوات. البنات كتبقى لا مارك ديال ارنست ما شاء الله، عرفتي حاطينهم بكونتيتي كثيره يا البنات. اذا جايب لكم البنات واحد الحاجه واعره واعره يا الاخوات، هي هاد الصمطه هادي البنات ديال الظهر، الصمطه البنات هادي ديال الظهر زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم الالم في الظهر، كتجي فيها البنات هاد لاسانتوغ هادي، حتى كديريها هكا كتلبسي يعني هكا من التحت الاخوات، تقدري البنات تخرجي بها حتى الخروج فهمتي، يعني كتلبسي هكا غوب من الفوق ولا ديري شوميز من الفوق البنات، هادي كتخلي لك الظهر مستقيم، يعني ما كيتعوجش لك الظهر، كتمشي مستقيمه، لانه هو اللي كيسبب اكثر هي الالم ديال الظهر البنات. زوينه زوينه، شوفوا لي راه داير لها 3 سنين ديال لا غارونتي، وفيها لي طاي، فيها الاس الام الال الاكس ال، لا طاي البنات حتى الاكس ال، الاخوات حاطينها ما شاء الله بكونتيتي كثيره، دير لها 99 البنات، 99. واللي خاصها اختي شي صاكه البنات، ها انتم ما شاء الله سيكان غزالي البنات، وهادو باش كيعجبوني كتجي فيهم بحال تليلي جل داخل البنات، شتو يعني بحال هكا شريتي لحم شريتي حوت شري، كتجي فيها تليلي جل داخل، والشكل ديالهم كيجي غزال، كيجي بهاد الجويب هنا البنات، شتو ها انتم كاينه البنات في هاد الكري هذا، وكاين فيهم الحمامر ف
فني الجلد تقليه يا الاخوات، فيهم الحمام، فيهم هذا الصفيفر هذا، وفيهم حتى الحمامر. ولكن الحاجه اللي كتعجبني فيهم البنات زوينه زوينه، وهي هاد العيبه هادي ديال الكادي، هادي ديال الشاريو يا البنات. شفتوها هادي بحال دابا كتجي فوا كانت تمشي كتبغي تاخذي شاريو، ما كتكونش عندك هاد الجوطو هذا اللي كنخشيو في الشاريو، هاد الصاك البنات كيجيب هاد الجوطو ديالو، فهمتي؟ يعني كتخشي في الشاريو، فاش كتسالي كترضي وكتعقبي تخزني. هادي احسن حاجه البنات كتعجبني فهاد السيكان هادو، غزالين غزالين. وشوفوا لي البنات الثمن ديالهم، الثمن ديالهم 6.99 وفيه 3 ديال اللوينات. كيجوني بزاف ديال الاسئله على هاد لي دودون هادو يا الاخوات. اختي بشرى واش باقيين محظوظين في ليدل؟ عرفتي يا البنات راه تفاجات والله البنات الا باقيين ما شاء الله محظوظين بكون تيتي كثيره. البنات راه غير صادي كل ليدل وشنو، انا داك ليدل اللي كنصور فيه ديال لاف غير ما بقاوش، يعني بقاو شي حاجه قليله. هنا البنات شوف 14.99 ما شاء الله يا البنات. شوفوا لي الكونتيتي، فاش ما كتلقاوش واحد الحاجه فواحد ليدل البنات سيروا ليدل الاخر، راه كتلقاو البنات فهمتوا، ماشي غير حيك هذا ما لقيتش فيه راه ما صافي ما بقاتش. لا شوف هنا ما شاء الله اختي الكونتيتي اللي باقا محطوطه يا البنات 14.99. اللي باقا ما خداتش اختي الطنجره، ها هما البنات راه جايبينهم لكم في ليدل، جيبي لكم الطنجرات واعرين يا البنات وشحال عجبتني. هذه هي هذا هو القياس اللي كيعجبني البنات ديال الطنجره، هذه كتجي شويه غارقه البنات. انا كيعجبني هذا الستيل هذا، نتمنى تبان لكم مزيان الاخوات، كيعجبني هذا الستيل هذا في الطنجرات. العبار ديالو غزاله البنات، فنه فنه، فيها 28 سنتيمتر وبحالها بحال الاخرى. هادو كيجيو فيها واحد التقيبات هنا على هاد الشكل هذا، بحال دابا درتي الروا كثير ولا اختي باغا تنقصي من البلول ولا كتنقصي. شفتوا الاخوات بلا ما كتحلي الطنجره ديالك، حيت هي فيها واحد التقيبات غزاله. لا مارك ديال ارنيستو فيها البنات 5 ديال النجمات، ما شاء الله 5 ديال البنات ديال النجمات. 28 سنتيمتر، 3 سنين ديال لا غارونتي، 27.99. كاين حتى هذا الموديل هذا اختي الا بغيتي هذا الموديل هذا، هذه كتجي واحد شويه غارقه البنات، طنجرات واعرين البنات. هذه كتجي الدائره ديالها 24 سنتيمتر، يعني صغر منها ولكن كتجي غارقه، يعني كتعطي الغرقه البنات. هذه شتيها ديري لها اختي نفس الثمن 27.99 البنات، لا مارك ديال ارنيستو. سولتني واحد الاخت قالت لي اختي بشرى الله يستر عليك واش باقيين حاطين لاباري ديال لي كوفر في ليدل؟ اختي راه باقي حاطينها وراه باقا حتى بروموسيون، والله الباس الا باقا بروموسيون. راه كندير 15.99 دير لها 12.99 البنات، ناقص 18%، ناقص 18% البنات. كتجي اختي هذه زوينه على حساب لي كوفر، وكيجي فيها البنات لي فيتيس حتى الخمسه ديال لي فيتيس، فيها البنات 1200 واط، يعني كتجي ما شاء الله مجهده. 3 سنين ديال لا غارونتي يا البنات، 3 سنين ديال لا غارونتي، شي حاجه واعره يا البنات، وناقص 18%. البنات لقيتهم حاطين هاد ديفاردوغات هايطو، شوف راه دايرين لهم غير جوج الاورو يا البنات. ها هي بالحق لا بياس البنات، انا نوريه لكم ديفاردو، والله يا البنات الا الشكل ديالو كيجي غزال. ها نتوما رطيط، باين دايرين لهم جوج الاورو لا بياس، 2 اورو البنات لا بياس. ها نتوما شفتوا جوج الاورو ارطيطه بالاخوات. بزاف الاخوات اللي ما عارفينش هاد القضيه هادي، الا اختي بغيتي القزبر والمعدنوس ولا اختي بغيتي الثومه وما لقيتيهمش اختي، البنات راه كاينين في ليدل، راه حاطرهم في الكونجيلاتور، دير لهم غير 99 سنتيم البنات. كيجيو هاد البواطات هادو كيجيو مكونجيلين الاخوات، ولكن ضروري تخليها في الكونجيلاتور. هادي كتجي ثومه وكاينه القزبر والمعدنوس البنات، شفتوا ها هي بيغسيل 99 سنتيم البنات، 99 سنتيم. بارطاجيت معكم هاد الوصفه ديال الغلظه البنات، والله عرفتي في الفيديو السابق، ولكن الاخوات انا دابا دي فوا راه كنصور البنات بزاف ديال المقاطع، ولكن الفيديو كيجينا طويل وكنقطع، يعني كنقطع بزاف ديال المقاطع فهمتوا. ومن ضمن هذا المقطع ديال البنت هو كنت مسحته، وبزاف الاخوات قال لي بشرى ما قلتيش الوصفه اللي قلتي لنا. الاخوات بالنسبه اللي باغي يغلط، انا كنت قلت لكم شحال هذا، كنت تلاقيت مع واحد البنت صاحبتي، والله الاخوات الا كانت يعني ماشي رقيقه، المهم كانت رقيقه شويه، وغلاطت ما شاء الله. يعني قلت لها شنو كديري؟ قالت لي والله اختي بشرى غير اللبن، تبعت اللبن، قالت لي اللبن والخبز مع الكونفيتور، والله هي البنات الا هذه هي الوصفه، يعني ما كاين حتى شي حاجه كومبليكي ولا شي حاجه اللي غضرك ولا شي حاجه اللي غادي تقولي. قالت لي يا بشرى اختي غير اللبن. السلام ربي يحفظك حبيبه ميرسي. قالت لي يا بشرى غير اللبن، قالت لي اللبن والخبز كنديرو مع الكونفيتور، قالت لي وكناكلهم، قالت لي في الليل هذا هو عشايا، قالت لي كناكلهم، قالت لي وكنعس. المهم الاخوات دابا في سيدنا رمضان ما تقدروش ديروه، ما يمكنش اختي تنعسي على اللبن والخبز فيه الكونفيتور، ولكن تيفوت ان شاء الله رمضان سيدنا رمضان وتقدروا تتبعوا البنات هذه الوصفه هذه اللي اختي اللبن هو في ليدل راه موجود غير اورو 49، اورو البنات 49. البنات الكونفيتور ماشي مشكل، اي كونفيتور بغيتي، واللبن ماشي هاد لا مارك، هذه خذي لا مارك اللي بغيتي. انا قلت لك اللبن يعني بصفه عامه البنات، اللبن والكونفيتور هو بصفه عامه، وكديريه في الخبز البنات وكتاكليه البنات، والله الا كيغلط.
بنات شوفوا، لقيت هاد السبراي هادي اللي كنت بارطاجيتها معكم، كانت المطره دايره تقريبا شي 3 اورو. والله ما عقلت هادي راه واحد السبراي كترشيه على الحوايج ديالك باش فاش واخا كتصب الشتا ما كيفزق لك لا صباطك لا ساكك لا الكبوط ديالك الدودون، يعني بحال وليدات كيكونوا غادي للمدرسه كترشي عليهم هاد السبراي هادي ما كيفزقش لهم المونطو ديالهم. شوفوا البنات ديري لها غير انغو يا الاخوات، والله هي البنات هي لا انغو، ها انتم هي البنات الرخاوه الرباخه. الاخت قالت لي اختي بشرى عافاك الا لقيتي الزيت صوريها لينا، راه مشيت لليدل وما لقيتهاش. والله يا البناتي ما لقيت الزيت ديال 5 لتر اللي داير لها 6.66 والله يا البناتي ما لقيتها، لقيت غير هذا الموطن هذا البنات. حتى هذا راه كيتقام عليك اختي رخيص، راه غير اورو 79 ناقص 10%. والله يا اختي ما لقيت لك الزيت ديال 5 لتر، عرفتي كيقلبوا عليها الاخوات في ليدلات كلهم. والله يا البنات عرفتي اول حاجه دخلت بقيت كنقلب عليها ما لقيتهاش. المهم هذا الموطن هذا البنات راه داير له غير اورو 79، من اورو 99 ناقص 10%. دايرين هاد الزيت هادي البنات، هادي ديال الكولز، هادي الاخوات راه داير لها غير اورو 49 هذا الموديل هذا. شوفوا البنات من اورو 79 داير له اورو 49 ناقص 16% الاخوات، الزيت ديال الكولز اورو 49. كنت بارطاجيت معكم الكوزه في الصايب تبوم السوسه البنات، قالت لي واحد الاخت عافاك اختي بشري الا مشيتي لليدل صوريها ليا غير باش نعرفها. هي اختي راه هي هادي هي الكوزه الاخوات، هي هادي اللي خديت انا ودرتها البنات في الزميطة، درت يعني في بوم السوس اللوك ولا واش كيقول لي درت البنات، ما كثرتش الاخوات، راه درت غير بحال قلتي النص ديال المعلقه بحال هكا، يعني ما كثرتش منها. هي هادي اختي الكوزه، شفتوا نقول لكم الثمن ديالها. اي اختي جوج الاورو 71، جوج الاورو 71. اللي باغي صايب الحريره هو اختي اللي جاب لكم العدسه البنات، شوفوا لي بروميير كاليتي فيها البنات نص كيلو، نص كيلو كيطيب لكم في 25 دقيقه، 25 دقيقه البنات دير له اورو 69، اورو 69. بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه يا البنات اللي واعره 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 وضروري ما تاخذوها يا البنات، والله الا سالي غادي ناخذ منه لان كانت بقات لي غير وحده هي بس صايبتها البنات سله. دابا اختي غادي ناخذو يا البنات احسن احسن دقيق البنات اللي كنصحكم به، والله يا البنات الا كنصحكم به احسن دقيق هو هذا البنات ديال ليدل. كناخذ انا ديما الحمراء، واخا كيشكروا لي البنات الزرقاء راه كطير البنات، الحمراء هذا هو احسن دقيق البنات. ها هي تي 45 فيها كيلو البنات، احسن دقيق باش كنصحكم البنات، زوين اختي كيليق لكل شيء ما نكذبش عليكم. ديري بها البنات الكاطو، ديري بها الخبز، ديري بها الحلوى، ديري بها مسمن، ديري بها اي حاجه. غزال انا كيعجبني، الثمن ديالو ما غاليش البنات 87 سنتيم، سال ليا وقلت ضروري نبارطاجيه مع الاخوات. والله الاخوات ديما كناخذ اختي غير من ليدل من هنايا، زوين وكيصدق ليا البنات. وبالنسبه حتى الكاطو هكا يعني الاخوات اللي باغيين يصايبوا هكا دابا يعني تصايبي الخبز المسكوته بغرير، انا هادي هي اللي كنستعمل، كنستعملها في الخبز خميره هادي البنات كتجي حبوب. هادي اختي الثمن ديالها 69 سنتيم، 69 سنتيم انا هادي اللي كنستعملها البنات، وكنستعمل هادي هاد الخماره هادي، هادي رخيصه اختي غير 27 سنتيم البنات، 27 سنتيم ديما كناخذهم وغادي ناخذهم حتى دابا. كنفضل البنات انا كناخذ ديما واحد الربعه ولا الخمسه، خمسه الباكي هكا كيبقاو عندي في الدار، فهمتوا الاخوات؟ يعني دي فوا كتبغي تصايبي ما كتلقايش، ونمشي انا نجري ليدل ديما كنشوف بقى عندي غير باك ولا جوج كنعقب نشري ثاني، فهمتوا؟ باش ديما كيبقاو عندي في الدار. 27 سنتيم البنات، 27 سنتيم راه فيها 6 البنات، 6 ديال الخمارات. كاين هذا الموديل هذا، هذا الموديل هذا داير 49 سنتيم، هذا 49 سنتيم الاخوات، هذا الستيل هذا حتى هو خماره شيميك البنات. وكاين الاخوات بالنسبه اللي بغا فاني ها هو البنات دير له 81 سنتيم، هذا 81 سنتيم الاخوات. يعني راه ما شاء الله راه كل شيء البنات كاين في ليدل وثمن رخيص. بالنسبه للاخوات اللي بغاو السكر كلاصي راه هو البنات كاين السكر كلاصي راه دايروا له غير اورو 49 البنات، السكر كلاصي فيه 500 غرام اورو 49. شوفوا الاخوات لقيتهم حاطين هاد بيبي كريم زوينه البنات، هادي ديال نيفيا، هادي ايدراتاسيون ديال الوجه، كل فيها جوج البنات، كاين هذا كيجي هذا كيجي فونسي وهذا البنات كيجي كلير. لقيتهم دايرين لا بروموسيون البنات من 6 اورو 49، 4 اورو 28 البنات، ما بغيتش نهز باش ما نسدش الناس، 4 اورو 28 البنات، زوينه زوينه كنصحكم يا الاخوات تاخذوها. كترطب لك البنات الوجه وامامتو كتعطيك واحد اللوين غزال في الوجه ديالك. ثم حاطين واحد الباني كبير هنا البنات ديروا له كلشي ناقص 30% البنات، عجبتني هذه ولكن عندي انا البنات لو كان ما عندي والله تناخذها، زوينه ديال الكاطو. شوفوا الاخوات راه كنت بارطاجيتها معكم ب 6 اورو 99، اليوم البنات لقيتها دير لهم غير 4 اورو البنات، 4 اورو 89. حاطين حتى هاد لي باني هادو، ها هو البنات هذا محلول دير لهم ناقص 30%، هذا كيجي زوين البنات كتغونجي فيه راه كيتحل،
كتغونجو فيها البنات هكا يعني هذاك الشيء ديالك ديال فاش كتبغي اختي تخملي وداك الشيء كديري فيه لي برودوي وداك الشيء زوينين حاطين حتى هادو اللي كيتلصقوا على هذا الشكل هذا في الكوزينه وكديري فيه على بوبيل ديالك. ها هما البنات شوفوا لي دير لهم ناقص 30%، هما الاخوات راه كتجيب القفاله ديالها حتى هاد لي باني هادو كلهم البنات دير لهم ناقص 30% الرخا والرباخه البنات. حتى هاد الماس هادو شوفوا راه داير لهم ناقص 30%. نتوما البنات كنت بارطاجيته معكم 4.99 درهم 3.49 لقيت بزاف ديال البنات ديال لي زارتيكل كلشي ناقص 30%.